مرة جديدة حرمة الكنائس عرضة لانتهاكات اللصوص الذين اختاروا ليل السبت كنيسة مار عبده في جل الديب. اللصوص أقدموا على خلع وكسر الباب الخلفي للكنيسة وسرقوا أموالا من الساكريستية لم تعرف قيمتها، وذلك بعدما عمدوا إلى بعثرة محتويات المكان. جينا اليوم الصبح لحتى نقدس، فتنا على الكنيسة ولقينا باب الساكريستية فيه كسر وفاتين سارقين الساكريستية أموال القداسات امبارح وأموال أخرى كمان موجودة بالكنيسة. طبعا يعني هذه الظاهرة عم لاحظ إنه عم تتكرر مش بس بيوت ومحلات، أيضا الكنائس، وهيدي إلها أكيد حرمة مقدسات. المباحث الجنائية حضرت إلى الكنيسة وباشرت التحقيق للتوصل إلى معرفة هوية اللصوص، فعمدت إلى رفع البصمات عن الأبواب والأثاث تزامنا مع احتفال أبناء الرعية بقداس الأحد. إيات الدرك والدرك ما عندهم عناصر كافية تقدروا يستلموا أمن المنطقة، وهن مسؤولين عن الأمن الاجتماعي. مثلا فصيلة مثل أنتلياس من نهر الموت لنهر الكلب لحدود فصيلة بكفية ولحدود فصيلة برمينة، كلها سوا عندها 22 عنصر بيتناوبوا بكل الأوقات. هذا هو أبدى معظم أبناء الرعية امتعاضهم من تواصل مسلسل سرقة الكنائس في المنطقة.